منعود معكم للمتابعة، واليوم البحث عن المفقود، والمفقود هو فستان العرس مع لما ورولا زيبيان. لنشوف لما بده يوصلوا بيشوفي. قبل ما نحكي عن المفقود بدي لك صباح الخير، بدي أعطيك معلومة سرية عرفتها بالغلط. تخيلي باعت كونتينر مع كميون لينقل اغراضي واغراض خالد الشيف شادي، لانه عرف انك طالعه لعنده. اغراض خالد طلع ما عنده اغراض خالد لانه خزينه خالد لانه خزينه خالد كثير مرتبه. قال لك اضبط هيك عم شيف شادي يعني ما هلا لقيت طريقه اوفر، راح صورهم وحطوا الصور على الحيطان عندي بالبيت. انت كيف شفت الغيره شو بتعمل؟ مش معقول. طيب هيدا الخوف. بعلمي حكيت مرتك وقلت لها تزبط لي الغراض انا حكيت لا مرتك. امل بغراضه يعني زيارتك رح تكون دسمه ونهارا ان شاء الله نكون سوا نحن على الهوا لحتى تاخذ بيطارك. انا اذا ما كنت على الهوا بخلق كسر له مجرد ما يكون شيء عن شادي انا جاهز. خلص انا باكد لك هالشيء. اليوم مع رولا، رولا اللي طلعت معنا قبل وقتها وعدتها عروس توبي، وعدتها أنه روح أنا وياها نقي فستان العرس، وأكيد بقيت على وعدي وطلعنا سوا. وخلينا نشوف نحن وياكم كيف تم تنقية فستان العرس. رولا بونجو، كيفك رولا؟ منيحة؟ شفتي أنه صدقت؟ وعدتني على رولا إذا بتتذكروا وقتها طلعت معنا أنه أنا رح أجي ساعدها بتنقية فستان العرس. هلا رح تفوتي مثل الشاطرة، أنت رح تنقي الفساتين اللي حببتيها. رول نمبر 1، لأنه دايما منقيس الأشياء حتى لو بتعجبنا وبقول بحبها على غيري، لا بتقيسيها وبعدين منقرس. يلا الحقونا. كيفك؟ ماشي الحال رانيا. هلا رولا عندها فحص لتقدمه، يمكن تسقط يمكن من وراه ما نتجوز. نقي وما تتاثري فيي، انطلق عندك 10 دقائق. خدتك حبة لولو خلتني الليل تسوله، فتش عن اسرار الحب تعرف شو مفعوله. نقوا فساتين شكله بس مش كتير، لانه بعدين ما بتقعدوا تقتنعوا. ان شاء الله ما نوقع بالفخ اليوم مع رولا، رح نشوفها رح تبلش باول قطعه ومنعلق على كل فستان نقته. يلا 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 يلا. اعملي هيك شوي. هلا اخ وقت نقته انرعطت، كنت فايته عامله هيك ديبرسيون، بس منك كثير طويله خفتي كلك من جسمك. هلا ليش لا للفستان؟ يعني الابر بادي تبعه يس، اللور بادي نو، مش للكشكش، بده لجسمك اخف كشكش. نشوف تاني فستان، خليكي مثل ما انت لانه شفته دغري انا، يعني كغطى قلبي لشغله وحده. اوكي رولا اذا لبسته بفوت العريس ما بيشوف. ليه؟ لانه جلدتها وشعرها وهيدا اللون اللي اوف وايت بده يبهتها، رح تبين كلها فرد لون. هيدا ما بيرحلك لا بالعرس ولا بعده ولا قبله. هيدا اللون الاوف وايت بحياتك العاديه ما تفوتي فيها. اوكي قاسي قاسي الحب رانيا المصارعة إلى متعملها ورا مشان الحبل. ما عنده ما عنده كبير ولا كبير. هيدا جاي كأنه قصدين نقتلك، يعني بتعملي حركة هيك بتموتي. بعدين الفستان ما بحياته لازم يجي بطريقة تحت الباط يأذي، يعني هيدا بده تقويرة مرتبة. اللي ساعدك أنه عاملينها بطريقة ورب لتحت، عاملينها بطريقة في، والفي بتعطي مدى زيادة. يعني هيدا تصوروا لو هي مقطع نفسي، ايه لو هيدا شوي اوطى دغري هالمخلوقة ما تعذبت. نفتكر لقينا فستان، هيدا الفستان رائع لانه ما قطع للجسم، ما اجى بالنص واعطاني المدى
يلي طالبته للاخر. بالنسبه للقصه من فوق بنحس قديش هي عم تيجي لبس الجسم لبس، واهم شيء قد ما فينا على الصدر يجي كل شيء ضيق، خاصه بين شغل البونتيل وكل الديزاين تبعه كثير حلو. It's a good one. هيدي مثلا انا ما باخذها. اوكي رح نقيس الطرحه. اوكي هلا اكيد شعرك حيكون اعلى. تجي هيدي هيد لهدل. ليكو التطريزي شو حلو اجت كمان سحب، كله هيدا بيعطي طول للعروس. تجي بكل نعميه. اوكي شو عم تعمل؟ عم تعمل شيء مش حلو هلا؟ ابدا ابدا خوفتيني. ما في اتركها. لك مبروك ان شاء الله بتتهني. ثانك يو. ان شاء الله كل حياتك فرح. سوري فينا نروح كمان نعمل ميك اوفر للعريس وام العريس وام العروس، هنشوف عنا بعد وقت. كله بده يتدخل، من الام للاخت للجاره لاولاد الجاره لخالتي اللي بالبرازيل ولعمي، كله بده يتدخل. ياريت كلهم عندهم نفس الراي، لا كل واحد بده يعطي رايه. يا ريت العروس اولا ما بتعطي كثير دينتها، لانه هون بصير في قله توازن. ما عليك كوني بلا مربى، ما تسمعي للكل، ركزي ونامي. اهم شيء النوم، قد ما فيك سرقي ساعات نوم لتعرفي تشوفي شو بدك وتريحينا، يعني وتريحي حواليك. حبي حبي وما عليكي وما تخافي شو ما يقولوا. ما 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 اي نقته؟ ما لازم تشوفه، نحن قصدنا ما ورجيني. هو نحن ما رح نكون بالعرس، شو بدنا نعرف؟ بعد العرس رح ناخذ صور نورجيك الفستان. بس بتعرف قبل العرس ما حبينا نحط كل الفستان ما يشوف العريس يعني اوكي عارف من فقره العريس يعني. ايه اكيد. حلو الفستان نقته؟ كثير حلو فعلا، اهم شيء بيلبق له يعني تو هير ادفانتج. بس في واحد قلتي عنه هيدا كثير حلو كثير لبق لي كثير كذا، معقول هيدا؟ ما هيدا هو، بس ما حد شوفه. قلت لك ما تشد يعني رح تاخذ لك شي لقطه. هلا مثل ما شفنا العروس رح نشوف نحن وياكم هون للشباب بدلات العرسين. لنحكي شوي عن العريس. سنة درج الابيض دخلي؟ قال لك الابيض ما بيموت. بس انه انا دائما بقول الابيض بده له موقعه. هلا اللي عم نشوفه هون هي البدله، زر واحد ما بتشوفه دائما بلاقيها. زر واحد اجمل وحده. ليه؟ بتلبق لحيلا واحد من المتر و65 للمتر و88. اوكي ما يغلطوا الى مربعين. دائما جيبوا البدله اللي عقد فعلا عقد الجسم، ما فيها كثير زرار. هيدي البدله الكلاسيك، القبه مش كثير عريضه اذا بتلاحظوا الليزر تبع القبه. هيدي بتروح لهالنوع لانه الدوبات الدوبات حلوه كثير، بس بدك شوي طول. بدك طول وبدك ضعف. وبدك ضعف لانه بتنصح. نعم هيدا عقد جوزيف اللي بتشوفه انت بنروح نفتش على التياب. كله بيطلع فيه مثل الورقه. على كلين هيدا اللون نحن عم نشوفه اسود او رمادي. انا كثير بشجع لون الشاركول الرمادي للعريس، مش دوري الاسود الاسود الكاحل. اوكي والبابيون الحمراء كثير مهضومه. رجعنا على زر واحد. اوكي هيدي شوي ضيقه عليه، وقت بتقعدوا تاكدوا انه الزر ما بيشد هالشد هيدي لحتى تعرفوا اي سايز عم بتنقوا. ننتقل للصوره الثالثه. اجتك البيج والازرق. حلو حلو كثير. انا بقول انه كثير صيفي. اكيد هيدي يعني كعريس بفضل يلبسها بالربيع او حبيت اكثر من الابيض. ايه كثير احلى كثير احلى. هيدول اللي حطينا ثلاثه اليوم لانه ما عندنا وقت لنحكي عن الكل. اكيد بكره بنرجع بنكفي بدلات العرس. طبعا نحن بفتره اعراس، ان شاء الله كل ايامكم فرح وبعيده عن كل الاحزان. ثانك يو لك لما بنشوفك بكره بنفس الموعد. لكل المشاهدين رح نكمل نحن وياكم مع دكتور الفريد كرم بروبايوتيك بلس. صباح الخير دكتور. صباح النور. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. اليوم رح نضيف للعائله شيء اسمه سي ام او. سي ام او نعم. شو سي ام او؟ انتي ايجينج انتي اج. السي ام او هي ماده طبيعيه اكتشفها واشتغل عليها عالم بيولوجي كان بيشتغل بالناشونال هيلث انستيتيوت اوف ارثرايتس بامريكا، وكان عنده هو متاعب
مفاصل، أوجاع مؤلمة مبرحة. كان يأخذ عليها مسكنات حتى يساعد حاله. نقل إذا بدك وركشوب من الانستيتيوت اللي بيشتغل فيها لعنده على البيت، وضل سنتين يحاول بالطب الطبيعي أو بالأدوية الطبيعية يحاول يلاقي حل لمشكلته الأساسية. وبالنهاية توصل إلى حل مش بس لمشكلته، لكل شخص بمشكلته. يعني عمل مادة طبيعية أساسية للجسم من ناحية المفاصل، من ناحية الالتهابات، لأنه CMO هو أنتي إنفلاماتوري، أنتي يعني مضاد للالتهابات. بيقدر يأخذ الواحد بمعدل يومي حتى يفيد مفاصله ويفيد التهابات تانية مثل برونشيت، برونكايتس يعني متاعب برونش، أو بروستات التهابات فيها، حتى بسورياسيس التهابات، أو اللوبوس متاعب. يعني الأمراض المناعية هون هي أمراض مضنية متعبة وبتطول بالوقت مع الجسم. ديفيد ديل لقى هالحل، انتقاج من جوا يعني، ايه وانتقاج من برا كمان، لأنه كل اللي عندهم متاعب فايبروميالجيا، يعني العضلة ما بتزحك إذا بدك كلمة، يعني ما بتزلق، ما تمشي على العضلة التانية، ما بتتعامل مع العضلة التانية براحة. هون بيرافقها أوجاع هائلة من إلا مرض فيبروميالجي أو فايبروميالجيا. حتى اللي بيعانوا من كرونز، التهابات بالمصران، CMO صار لهم رفيق لحياتهم. CMO هي أول كلمة مادية طبيعية، أخذ وقت لاكتشافها. عند اكتشافه لقلها اعتقد أنه يوما ما هالشخص رح بيصير مليونير، لأنه رح بيروح بيظهرها لشركة عالمية وتخدم. نعم. أنه من كفي يمكن في اتصال. في اتصال. سلام من بيروت، صباح الخير. بونجور. يا هلا، تفضلي حبيبي. فيني احكي مع الدكتور؟ اكيد تفضلي. دكتور، بالنسبه للدواء بيرتي بلاس انا عم باخده. تفضل. بس انا بشرب شاي كتير. باكثر شيء لا، اللي باخده حبتين الصبح، يعني انا ما باكل ثلاث وقعات، باكل وقعتين. عالوقعه اللي باخدها باخد بعد الوقعه باخد حبتين صبح، حبتين عشيه. عظيم، رائع. انا بنصحك تروحي كمان نحو الشاي الاخضر، الشاي الطبيعي اللي هو في شاي ياباني طبيعي كمان، هذا تعودي على طعمته، انتي اوكسيدان كمان، بتلاقي منه منافع عديده. اوكي. ماشي كثير دكتور. بس انا قلت بدي اسالك لاني كثير بشرب شاي، فزعت انه يكون ما يعطي مفعول. لا، ما في تاثير سلبي من الشاي على البروبيوتيك او العكس. أوكي. بس الشاي الاخضر اللي صحيح فيه لانه انتي اوكسيدان. الشاي الاخضر الموجود بالنباتات بلبنان كمان مفيد. ما بعرف شو الشاي الاخضر اللي هون. انا بعتقد بالشاي الاخضر الياباني اللي هن بينشفوه تقريبا سنتين بالشمس او بطريقه التجفيف، بيطلع منه كل التيين او كل الكافيين المتعب للجسم، بالغذاء الانتي اوكسيدان مليح للتريجليسيريد واشياء من النوع. طيب نرجع للسي ام او هو كبسول، يعني السي ام او كبسول مادي. نعم. تستعمل بأخذها حتى نصحح الخطأ. نعم. اللي هو بالجسم. وعم نحكي هون عن بروستاغلاندينز. نعم. الأطباء بيعرفوا هالشي قديش متعب. في من قلن بروستاغلاندينز حرب، وفي سلام. بدنا. نعم. نخفف اللي بيخلقوا الحرب ومتاعب الجسم، بدنا نكثر اللي بيعملوا سلام بداخل الجسم. السي ام او تساعد على تخفيف الضارة وتقوية القوية. من هيك منرجع إذا بدك كلمة فج شوي، من زيت من شحم المفصل. طبعا واحد بزيت سيارته وماكيناته، ولكن الكلمة القريبة لها لأنه بترجع بتخلق السينوفيال فلويد للمفصل حتى يأخذ ليونته. الشخص إذا كبر بالعمر من الطبيعي تكون حركته بطيئة. نعم. بس من غير الطبيعه تكون حركته موجعه، ما بيتصرف او ما بيتفاعل شخص عمره 70 سنه مثل شخص عمره 20 سنه بحركته وبعمله. لكن الوجع ممنوع، مش معناتها كبرنا لازم نتوجع ونقبل الوجع. اوكي، من هون بدنا نروح للاسباب اللي هي بس بنوضح، هو انه مسكن
معالج. ايه مو صحيح. هو غذاء بيدخل على الجسم ليعطيه للجسم فعالية يساعد نفسه ليصح نفسه. اذا الجسم ما بيصح نفسه ما في دواء بيفيده. نعم. اذا 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 وقع واحد مشكله والجسم ما بيتفاعل ليصح نفسه او هو بيعالج نفسه بنفسه ما كان في شيء بيفيده. سي ام او بيتاخد مع البروبايوتيك بلس مع كل الادوية اكيد. نعم. يعني هون سأل سؤال كثير مهم. انا باكد ما انه البروبايوتيك بلس بده يشتغل على الجهاز الهضمي حتى يسمح هالجهاز الهضمي وعمله الاساسي يمتص الاغذية ويفرز السموم، اخده مع السي ام او كثير فعال حتى يمتص هالمادة. سي ام او يستفيد من الجسم. نعم. ليك بوضوح، انا نجحت بالبروبيوتيك بلس. نعم. وجبت نتيجة عالية، برودوي ثابت من 16 سنة، من 20 سنة مع فرنسا. ما رح اجي اليوم فقد الناس ثقتهم فيه وحكيهم عن برودوي غير فعال، تجاري ما له معنى وما عنده أصول بعلم الغذاء وعلم الطب الطبيعي. نعم. إذن أنا اليوم جايب شيء بمستوى البروبيوتيك بلس. نعم. لكن لمتاعب صحية كتير موجعة واليوم ما بنقدر نعملها. نعم. إلا الـ دكتور، خلينا ناخذ اتصال. سهام من رمل البيضاء، صباح الخير ست سهام، تفضلي الدكتور عم يسمعك. ألو صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. صباح النور دكتور كرم، كيفك؟ الله يسلمك يا رب. دكتور كرم بدي أسألك، في قريبتي دكتور النيوتريشن قايلة بتاخدي مع الأكل مش ورا الأكل، نص الأكل بروبيوتيك. جود، نحن بننصح بعد الأكل لأنه شو رأيك؟ لأنه الألتيميت هي بعد الأكل. البكتيريا هيدي لما ناخدها بعد الأكل بتقطع بسهولة حاجز المعدة لأنه الأسيد بيكون خف، وهي كمان بدها تستفيد من هالأكل اللي نحن أكلناه. أوكي؟ يعني النصيحة بعد الأكل مش خلال الأكل، مع الأكل ما في مشكلة. نعم. وقبل الأكل كمان ما في مشكلة، بس فعال أكتر بعد الأكل. إيه، بدنا الألتيميت، بدنا نعطيهم النصيحة اللي هي بتجيب لهم أكبر نتيجة. نعم. بعد الأكل. نعم. أوكي، فاذا فيك ساعات بدك تاخذيه ولكن بعد الاكل. سي ام او بيتاخذ مع البروبيوتيك بلس. اكيد. باي طريقه بيتاخذ البروبيوتيك بلس؟ يؤخذ مع الحبه بعد كل وجبه طعام. نعم. على الاقل 3 اشهر. اما السي ام او ما ناخذه 4 حبات يوميا لنحصل على 600 ملي جرام سي ام او. نعم. السي ام او هي كنايه عن سي ستيل ام ميريست او اولييت. يعني اي شخص هلا عم بيشعني عم بيسمعني. نعم. بيقدر يفوت على الانترنت، بتعرف اليوم صار الانترنت سريع حتى بلبنان. نعم. بيكبوا السي ام او وبيغرف معلومات. أوكي. السي ام او هيدي هي مادة طبيعية لأجلك ولأجلي، لأجل. نعم. كل شخص، وما ضروري ننصاب بأوجاع حتى ناخد السي ام او. نعم. الرياضي كل شخص، لأنه أنتي ايجينج، يعني تخلي الشرايين إذا بدك الأنسجة الجسم كلها لين. يعني مريض الضغط يستفيد جدا من السي ام او. كل شخص عم بيعاني من أمراض مناعية، بسورياسيس، كل هالمتاعب هيدي اللي هي لوبوس وغيره يستفيد من السي ام او. ناخده حبتين الصبح على الريق قبل الاكل وحبتين قبل النوم. ليه اعطيت هالوقت هذا؟ نحن لازم ناخده حبتين مرتين على معده فارغه. معده يستفيد بكل كميه. حتى يستفيد الجسم دغري يوزع على الخلايا. معده فارغه يعني يا نص ساعه قبل الاكل يا 3 ساعات بعد الاكل. نعم. نعتبر انه لما نقوم الصبح ما بنكون اكلين، كنا نايمين من 6-7-8 ساعات ونتروق بعد الساعة. ولما بدنا ننام عشية مش أكلين ونايمين، بنكون أكلين على أي 3-4 ساعات. هو مكمل غذائي يعني منه هو بضر. مكمل غذائي ما عنده أي مواد كيميائية، طبيعي 100% أصلا انصنع كغذاء فعال لحالات اللي قلنا عنها. أكتر شيء بده يريح اللي عندهم متاعب بمفاصلهم. اليوم الناس عم بتعاني من ركبة، من تآكل بالغضروفة، من أوجاع بهالجسم. السي ام او هو أنتي ايجينج، هون عم ناخد شيء داخل جسمنا حتى ننمي، حتى نعطي إلاستيسيتي كولاجين لهالجسم اللي بحاجة لإله. كل امرأة فيها تاخده، منعرف نحن اللي بياخدوه عندهم أظافر أفضل، عندهم بشرة أحسن، هيدا اللي نحن. نعم. عم نحكي يعني هيدا بيغني عن اللي كنت عم تحكي عنه حضرتك الأسبوع الماضي وحكينا اللي هو للأظافر وللشعر. هيدا خاص لكتير أمور، من هون لقينا إفادة زيادة. حبيت بس أنا أقولها. أوكي. السي ام او أساسي لصحتنا، بناخده لنستفيد فيه.
ومناخده حد الأربعة أشهر. الأرترايتس وهالمتاعب هيدي منا متاعب يعني هيك خفيفة، الجسم بل يتجاوب فيها بده وقت، عطوه وقته حتى ما يصير في اتهامات بعدين أنه ما نفعنا. أوكي؟ شكرا لك دكتور، نرجع نشوفك ضمن عالم صباح. لكل المشاهدين نحن مكملين احنا وياكم عالم صباح بعد هالوقفة. طبعا جين نصر رح بتكون معنا وتخبرنا أكثر على اللي عندها اياه، واتصالاتكم المباشره.